وصلنا لفقرة المسابقة، وزي ما احنا متعودين اللي بيلعب ما بيكبرش واللي بيكبر طبعا علشان ما بيلعبش، واحنا مش عايزين نكبر وعايزين نفضل صغيرين عشان نفضل ايه نلعب على طول. تيجوا نلعب؟ يلا. بما انكم كبار كده وحلوين ولطاف، احنا عندنا لعبتنا لعبة معلومات، ونشوف معلومات البنات احلى ولا معلومات الولاد. اوكي، انا هقول المعلومة، لو صح هتقولي لي صح، لو غلط هتقولوا لي غلط. اوكي، بالعلامه، وهشوف انتوا معلوماتكم صح ولا غلط. نبدا بفريق طب انا هقول لكم على حاجه، انا مش هعمل ولاد وبنات، انا هقول المعلومه وانتوا تجاوبوا انتوا الاثنين كان صح ولا غلط. اوكي، اول معلومه بتقول الاخطبوط له ثلاث قلوب. صح اهي، دي اللي بتجاوب، هات خدها منه واعمل كده ما تقولش. طيب سيف قال صح ومرام قالت غلط، الإجابة الصحيحة سيف، الأخطبوط عنده ثلاث قلوب. طيب المعلومة الثانية بتقول الأسد بيخاف من صوت الديك. صح ولا غلط؟ ها جو، أسد بيخاف من صوت الديك. أنت بتغشي منه ولا إيه؟ لا مش عارف، هو ها قرري بسرعة. صح، الأسد بيخاف من صوت الديك. صح. اوكي، المعلومة الثالثة بتقول قلب الجمبري موجود في ديله. قلب الجمبري موجود في ديله، غلط. برافو يا سيف. طب موجود فين؟ فيس. ها؟ فيس. برافو، قولها. فيس. ايوه، خليك واثق من نفسك، موجود في راسه. برافو. طب انت كلت الجمبري قبل كده؟ اه. عمرك وانت بتقشريه لقيتي قلبه في ديله؟ طيب ماشي، المعلومة اللي بعديها الطماطم نوع من أنواع الفاكهة. الإجابتين قالوا غلط والإجابتين غلط، الطماطم صح، نوع من أنواع الفاكهة. طيب اللي بعد كده الزجاج، مادة الزجاج، الزجاج يصنع من مادة الكريستال، صح أم خطأ؟ إيه سؤال؟ الزجاج بيصنع من مادة الكريستال، صح أم خطأ؟ تعسل والله. طيب هي صح غلط، يا غلط يعني الاجابه مظبوطه. من النبات البلدي كان عاملينها صح. من ايه؟ من نبات البلدي لا، هو من الطين. ايوه، التراب بتاع البحر، من التراب، من الرمل، بتعمل من الرمل. طيب اللي بعد كده الذبابه، دي الذبابه دي دبانه، بتحب اللون الازرق. بتحب اللون الازرق، غلط، هي بتكره اللون الازرق، الاجابتين صحيحه. والله المعلومه دي جديده عليا بصراحه يعني. طيب طب شوفوا المعلومه دي، سيدنا سليمان، عارفين سيدنا سليمان؟ هو النبي الذي ابتلعه الحوت. غلط، برافو عليكم، الاجابه غلط. مين النبي الذي ابتلعه الحوت؟ يونس. لا، نوح صاحب السفينه يعني، سيدنا يونس. طب ايه معجزه سيدنا سليمان؟ حد عارف؟ ان هو عارف لغه الحيوانات. برافو عليك، برافو عليكم جدا جدا. طيب المعلومه اللي بعد كده بتقول اول زوجات الرسول هي السيده عائشه. خلاص اجابه نهائيه؟ البنات قالوا غلط والولاد قالوا صح. الاجابه الصحيحه عند فريق البنات، مين اول زوجات الرسول؟ خديجه، فعلا. طيب السؤال اللي بعد كده، أطول سورة في القرآن هي سورة البقرة. صح، برافو عليكم، الإجابتين صح. فيلم كده رضا بطولة الفنان أحمد مكي. ده أنا قلت ده هيبقى أسهل سؤال. أنا فيلم كده رضا ما تعرفوش؟ كده رضا؟ أيوة. اللبس نضارة؟ أحمد حلمي. أحمد حلمي مظبوط، الإجابة غلط عند فريق الولاد. هما جاوبوا الاول، ده انا قلت ده هيبقى اسهل سؤال بالنسبه لي. انا لفيته بسرعه، كنت عايزه غلط في الاول. طيب شوفوا السؤال ده، ترتيب الفصول هي صيف ربيع خريف شتاء. طيب اللي قال غلط يجاوب الصح. هو اول، احنا بادئين بالصيف، احنا انا الاجابه صيف. عندي بتقول صيف ربيع خريف شتاء، يوسف قال صح ومرام قالت غلط، اللي قالت غلط صح. هو مش بيبدأ أول حاجة بالصيف بعدها؟ أيوة. الشتاء؟ لا،
الصيف بعديها بعديها خريف ايوه بعديها خريف وبعديها بعديها بعد الخريف ايه شتاء بعدها ربيع بعدها ربيع يبقى التصحيح صح. صيف خريف شتاء ربيع يبقى الاجابه عند مرام هي اللي صح او طب بصوا ده بقى بسرعه جدا بس انا عايزه بسرعه اوكي اول شهر هجري هو شهر محرم ربيع قول بقى صح ماشي شهر يونيو بيجي قبل شهر اغسطس الاثنين جاوبوا غلط والاجابه غلط شهر يونيو بيجي قبل شهر اغسطس شهر يونيو هو شهر كام شهر 6 احنا جاوبنا صح يعني انتوا جاوبتوا انتوا جاوبتوا الاجابتين غلط صح الاجابه صح يونيو بيجي قبل اغسطس اغسطس ده 8 ويونيو ده 6 شهر يوليو بيجي بعد مايو يوليو بيجي بعد مايو يوليو ده رقم كام ومايو رقم كام يوليو صح انت بتغشي من الولاد ليه يوليو بيجي قبل مايو ايه شهر يوليو بيجي بعد مايو يوليو بيجي بعد مايو صح يوليو بيجي بعد مايو يوليو شهر 7 ومايو شهر 6 يعني احنا قلنا انتوا الاثنين غلط انت كان بيجاوب صح وانت لخبطت يعني احنا قلناها صح في الاول ايوه عشان انت بتغشي يلا اللي بعديها شهر فبراير بيجي قبل يناير ايه شهر فبراير بيجي قبل يناير شهر فبراير بيجي قبل يناير غلط مظبوط امال مين اللي بيجي قبل مين يناير الاول عدد ابناء الرسول 4 ذكور و3 بنات غلط قرر غلط فعلا امال هم ايه صح ولدين واربع بنات لا 3 بنات ولاد واربع بنات امال جاوبتوا ليه كام بقى الاجابه 3 ولاد واربع بنات 3 ولاد واربع بنات حد عارف اساميهم اتفضلي زينب ورقيه ايوه ايوه ماشي بنات زينب ورقيه وام كلثوم و وفاطمه لا وفاطمه برافو فاطمه الزهراء والولاد الولاد القاسم القاسم وسعيد وابراهيم برافو عليكم ايه ده ايه ده ايه ده ايه الشطاره دي انا مبسوطه جدا وعبدالله. ابراهيم وعبد الله والقاسم برافو عليهم كلهم ماتوا هم صغيرين الذكور وخلصت الفقره الاولى ويلا بينا نلعب لعبه ثانيه يلا بينا